انا عايز اقدم شعر الشبل، بس الدكتور عصام دخل خطا في ال لا مش هكسر بخاطره ان شاء الله. هنسمع شعر من الاخ انس، فليتفضل. يلا جميل. ولم نفسر وقتها، كنا ندفئ بعضنا في بعضنا ونراك تبتسمين ننسى بردها، وإذا غضبت كشفت عن وجهها وحياؤنا يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أوساها، لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافيا وموجها، فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. صمتت فلول الخائفين بجبنهم، وجموع من عشقوك قالت قولا. نور الدكتور عصام، الله يخليك. سنة 87 كان فضيلة الأستاذ الدكتور عصام كان مرشحا عن هذه الدائرة، هو يتنهد الآن. أنا أذكر وقعة هو قد يكون نسيها أو يتذكرها. حوالي 3 أيام كنا بيتين على باب مركز إمبابة، كان هنا قبل ما يقسم إلى مجموعة أقسام، وأنا أذكر هذا الموقف. كنت أقف إلى جواره ومجموعة من حزب التجمع بيسألوه على حاجة، هو كان أصغر مرشح في الانتخابات. فالدكتور عصام، أنا كنت طالب في سنة تانية كلية حقوق، بيقول للي بيكلموه، بيقول له أنت منين؟ قال له من حزب التجمع. قال له من مجموعة مين؟ كذا ولا كذا ولا كذا؟ قال له دكتور عصام، مصر ستشرف يوم أن تنجح وتكون عضو في مجلس الشعب. أنا يعني أشرف اليوم أن أقدم هذا العلم الذي نتشرف بأنه ابن من أبناء هذه الدعوة، دعوة الإخوان المسلمين، ثم أصبح النائب الأول لحزب الحرية والعدالة. أنا لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة، لأن أعلم أن حضراتكم متشوقين إلى سماعه، ولكن يعني أتمنى أن يلقى تصفيق يليق بقدر هذا الرجل فليتقدم الشيخ. الحقيقة أعاد إلي أخي الحبيب ذكريات الليالي التي قضيناها، ليس فقط أمام قسم مركز إمبابة، أمام مركز إمبابة أثناء الفرز وما حدث فيه من وقائع، ولكن ذكريات أيام وأسابيع ولقاءات وجولات كانت في عام 87 غريبة على مصر. غريبة أن يكون هناك انتخابات فيها قدر من الحرية نتنفس فيه أنفاس الحرية، ونقول في قرى كان دايرة واسعة جدا، كنا بنجيب من مركز الجيزة لاسم إمبابة لمركز إمبابة، وكان أظن مركز رمسيس طلع ساعتها، فكنا 4 أقسام إدارية ومراكز إدارية.
ولم نكن ننام في هذا الوقت، ولم نكن نتصور أن الأيام ستدور بنا وأننا سنعيش لحظات أعظم وأمجد وأهم من هذه اللحظات التي عشناها في عام 87، أيام انتخابات 87، لحظات الثورة العظيمة التي عشناها، الأيام الجميلة التي قضيناها معا ونحن نشاهد ملايين المصريين ونشاركهم في التدفق على شوارع وميادين مصر كلها، من الإسكندرية إلى أسوان ومن السلوم إلى العريش ورفح، خرجت ملايين المصريين لتهد وتدك نظاما استبداديا فاسدا وتعلن وفاته وموته وتعمل وتقاوم من أجل أن تبني نظاما جديدا. هذه الملايين التي خرجت من الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأطفال، من المسلمين والمسيحيين، من المتدينين وغير المتدينين، من المنقبات والمتبرجات، هؤلاء جميعا خرجوا لا لشيء إلا لأنهم أدركوا أن هذا الوطن لم يكن وطنهم، وهذا البلد لم يكن بلدهم، سرق منهم ونبل واستولت عليه عصابة من العصابات، فخرجوا جميعا عن بكرة أبيهم. أكثر من 11-12 مليون في وقت واحد خرجوا ليقولوا نريد أن نسترد هذا الوطن، نريد أن نستعيد هذا البلد، نريد أن نعيد إلى أنفسنا الثقة بأنفسنا، نريد أن نقول أن مصر فيها حياة، أن مصر دبت فيها الروح من جديد. لقد ظن مبارك وأعوام مبارك وأسرة مبارك أن مصر ماتت وقبرت وانتهت، ولكننا كما سمعنا الآن هذا الشب وهو يقول هذه الأبيات إنما يعبر عن المستقبل العظيم الذي ننتظره جميعا. هؤلاء الشباب وهؤلاء الأشباب الذين أعادوا إلى أنفسنا الثقة وإلى أرواحنا التفاؤل والأمل قادرون بإذن الله على أن نبني هذا البلد. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نحن على موعد حقيقي مع بناء مصر، مع إعادة اكتشاف مصر من جديد. مصر العظيمة، مصر التي خلد اسمها في القرآن الكريم، مصر التي زارها أنبياء ورسل كرام من أولي العزم، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى نشأ هنا، سيدنا عيسى طاف بهذه البلاد هو وأسرته، خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تزوج من هذه البلاد، هذه بلاد تستحق أن نفخر بانتمائنا إليها، نستحق أيضا أن نكون من أبنائها وبناتها، لنقول للدنيا كلها أننا على موعد مع صناعة نظام وبناء نظام سياسي ديمقراطي حر يليق بمصر ويجعل مصر قائدة ورائدة للعالم العربي. إن إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن ينتظرون منا أن نكمل مسيرة هذه الثورة وأن نتخطى كل العقبات وأن نتجاوز كل العراقيل لنجعل فيهم روحا جديدة ونضيف إلى إصرارهم إصرارا جديدا. ولذلك لا تندهشوا أيها الإخوة أن الذين يقفون في وجه هذه الثورة ليسوا من مصر. أنا لا أظن أبدا أن هناك مصريا أو مصرية يريد سوءا بهذا البلد أو يريد أن يخرب أو يريد أن يبلطج أو يريد أن يعرقل مسيرة الثورة وإعادة بناء مصر ونهضة مصر، ولكن الذين يعبثون بأمن هذا الوطن والذين يخططون لإفشال هذه الثورة أو حاولوا وسيحاولون، هؤلاء هم الذين خسروا نفوذهم ومكانتهم وخسروا المستقبل الذي كانوا يعدونه لأنفسهم. هؤلاء هم أعداء مصر الحقيقيين،
من الصهاينة ومن لف لفه وغرس غرسه في أرض فلسطين. هؤلاء يخشون الحرية، يخشون الديمقراطية، يخشون أن تعود مصر لمكانتها وريادتها وقيادتها، وبالتالي هم الذين يخافون من بناء مصر الحرة، مصر الديمقراطية، واستمرار مصر الثورة. إنني أقول أننا كمصريين جميعا في هذه اللحظات يجب أن تتكاتف جهودنا وأن تتراص صفوفنا وأن نتناسى ما بيننا من خلافات على الأقل لإنجاز الشهور الأولى من التحول الديمقراطي. الديمقراطية التي نريد أن نبنيها على أنقاض الدكتاتورية تعني الاختلاف واحترام الاختلاف في الرأي، تعني التنوع واحترام التنوع في الآراء، تعني تبادل المواقع. قد تكون اليوم في المعارضة وتصبح بعد سنة أو سنتين في السلطة، هذه الديمقراطية، ويجب أن نحترم قواعد العمل الديمقراطي. تعني حرية الرأي، تعني كرامة الإنسان، تعني دولة القانون والإسلام الذي نؤمن به عقيدة لغالبية المصريين، وثقافة وحضارة لكل المصريين مسلمين ومسيحيين. هذا الإسلام يقر كل هذه المبادئ ويجعلها من أركانه ويجعلها من فرائضه، فهو الذي أقر الاختلاف في الرأي والتنوع في الاجتهادات، وهو الذي أقر كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، وهو الذي أقر التداول السلمي بين الذين يجلسون على مقاعد الحكم والذين يجلسون في المعارضة، هو الذي علمنا كيف كان الصحابة يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم هذه المعارضة ويقول أنه طالما لا وحي يوحى به فالأمر الرأي والحرب والمكيدة كما عرفنا، وهو الذي سمح لأحد أصحابه أن يقتد منه عندما قال له أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل الصحابي الكريم بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا أنه صبر على حتى الذين كانوا يثيرون القلاقل ويعبثون بالأمن ويثيرون الفتن، حتى أنه أعطى مدته لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو معلوم النفاق أعطى لابنه هذه البردة ليكفنه فيها عسى أن تخفف عنه. فنزل العتاب من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد من أمته. هناك عربة لسان زرقاء 73-21، الظاهر أنها سد الطريق قبل الشهر. عربة لسان زرقاء 73-21.